هلا جايين على الولعان، كومباك كتير حلو لإلي، حاطط الفوكس كله ببيروت. بالأغاني ما إلنا تاني. اليوم نحن معك من الام تي في والوان تي في عبين جميزة، قدام محمس وشو محضر لنا هيك للمسرح؟ محضر الاجواء اللي كل عمري كنت اقدمها، بس راح نقدمها اليوم من بعد روقان كتير. هلا جايين على الولعان، محضر اكيد شيء كتير حلو. انتم حتكونوا عم تصوروا، العالم اللي عم بيحضرونا اكيد راح يشوفوا، راح يشوفوا اصلا بعيونه شيء كتير حلو، شيء كتير قوي راح يكون. جو، خبرنا اولا على وان تي في وام تي في عن الغنيه اللي عم تحضرها جديده، باي لهجه وهيك تفاصيل؟ الغنيه الجديده اسمها رقصونا يلا، ببصمه المخرج المبدع جو بوعيد. رح تكون غنيه صيفيه بامتياز، رح تكون كومباك كثير حلو لالي ان شاء الله. اي هوب خبرنا شوي اليوم قديه بيعني لك هيدا المهرجان تحديدا من قلب الجميزة، من بيروت عم تجتمع مع آلافات العالم اللي ناطرينكم انت ونيكول. كل العالم راهنت انه بيروت طلعت عن الخارطة، لا نحن بعدنا على الخارطة، وبيروت على الخارطة السياحية والفنية والثقافية. لبنان ما بيموت، بيمرض بس ما بيموت، ونحن اليوم ليلة في نوع من التحدي لنقول لكل العالم انه بيروت موجودة ولبنان موجود. رح تكون هيك بالستابس جايين؟ شو البلانز بالصيفيه؟ بالصيفيه رح اكون اغلبيه الاوقات ببيروت، اكيد رح يكون عندي كثير برمات بالمنطقه العربيه، بس حاطط الفوكس كله ببيروت. بتحب تقول لكل الناس اللي رح تحضرك اليوم وبالحفلات اللي جايه؟ الحفلات اللي جايه هلا رح اقول انه عيد الاضحى رح اكون عم غني بالكاسينو، من بعد غياب طويل 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 عيد الاضحى رح اكون موجود، ونهيك اكيد عن الحفلات وعن الاعراس. قدمت اغنيه عن للاردن. صحيح، احنا اردنيه بمناسبه عيد الاستقلال، وثاقبت كمان تزامنا مع مراسم زواج ولي العهد، فكانت أغنية حلوة وتجربة كتير حلوة كمان من الشعب اللبناني للأردني. بتقول اليوم هيك لكل عم بيشاهدوك على وان تي في وام تي في؟ بدي اقول انه توقعوا سهره رائعه واجواء بتجنن، وراح اعمل المستحيل اني اكون
عند حسن ظن المشاهدين. يلا ناطرينك على المسرح. اوكي ثانك يو ثانك يو. على قلبك صب الروح حبيتك من دون شروط.